أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بالفيديو التعليمي الثامن لآلة الناي ضمن مجموعة فيديوهات ورشة عمل الناي والكولا. بتمنى إن شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة وخير. طبعا بهذا الفيديو جهزت لكم ثلاث تمارين ومن ضمنهم تمارين ومقطوعات للمستويات الثلاثة. المستوى طبعا المبتدئ وجهزت لكم سلم مقام الصبا، مستوى المتوسط دولاب على مقام الصبا، والمستوى المتقدم أغنية هو صحيح الهوى غلاب لسيدة أم كلثوم. طبعا الفقرة الأخيرة فقرة الأسئلة والأجوبة بناء على مجموعة طلبات وصلتني ضمن مجموعة ورشة العمل اللي هي تعليم التقاسيم، فخصصت تقاسيم على مقام الصبا. هلأ أصدقائي خلونا ننتقل للفقرة الأولى ومع مستوى المبتدئين. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي مستوى المبتدئين، هلأ رح ناخد على سلم مقام الصبا. قبل ما نبدأ حابب خبركم بمجموعة اشياء لازم تعرفوها مشان الاشخاص اللي عم بيتابعونا من جديد يعرفوا كيف هي خطوات التمرين. هلأ اللي رح تشوفوه بالفيديو هو كالتالي: رقم واحد اول شيء رح تسمعوا المقطوعة مني، رقم اثنين بعدين رح ننتقل لقراءتها على النوتة، قراءة النوتة فقط، يعني بنشوف شو هي المصطلحات الموجودة على النوتة، شو في اشياء مذكورة، هذا شيء كتير مهم. الخطوة الثالثة اللي هي تمرين مع المترونوم لضبط السرعة تبع السلم والنوتات. رقم اربعة رح انا اعزف بيانو وانتو رح تعزفوا السلم مقام الصبا. بتمنى هيك ان شاء الله الخطوات تكون واضحة. هلأ صرنا جاهزين وخلونا ننتقل لسلم مقام الصبا ونسمع المقطوعة مني، تفضل. 1 2 3 4 1 2 3 4. تمام أصدقائي، هلأ جينا على شرح نقطة سلم مقام الصبا. عنا هون مثل ما لكم شايفين اسم السلم، هو على ناي دوغا طبعا عم يتنفذ. الرقم 8 بيدل على انه نحن ننفذ السلم من الأوكتاف الثاني. دليل سلم مقام الصبا هو سي بيمول نصف بيمول وعارضة بتجي يعني ضمن مثل ما هيك مكتوب الصول بيمول والري بيمول كسلم موسيقي. ري مثل ما لكم شايفين هون كيف موضح الوضعية، ري نصف بيمول هيك وضعيتها، فا صول بيمول هي هذا الحساس اللي بيوضح نفس مقام الصبا، صول بيمول لا مثل ما لكم شايفين هون الإشارتين الضغطين يعني أوين النفس، شدة النفس، هي شدة النفس واحد يعني لما تكون ضغط واحد، هي ضغط أكتر يعني اثنين. أوكي أوين النفس، لا سي بيمول دو ري بيمول، كمان ري بيمول نرجع من عيدها مشان نرجع بالسلم للأسفل، يعني هيك صعودا هيك للأسفل، ري بيمول دو سي لا صول بيمول فا مي نصف بيمول ري، وكل وضعية واحدة منهم مرسوم تحت كيف على الناي وضعيتها. مقام الصبا هو من المقامات الحزينة اللي في بيعطي انطباع حزين في الموسيقى. خلونا هلأ ننتقل نقرأه سولفيج، رح تسمعوا مني أربع عدات ونبتدي معكم قراءة السولفيج لسلم مقام الصبا، تفضل أصدقائي. 1 2 3 4 1 2 3 4 ري مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي لا صول
هلا رح نعزف تمرين فقط ناي وميترونوم، نسمع أربع عدات وبنبدأ التمرين. 1 2 3 4 1 2 3 4 هلأ صار دوركم تعزفوا التمرين، وأنا رح أرافقكم على البيانو. رح تسمعوا مني أربع عدات ورح نبدأ التمرين. 1 2 3 4 1 2 3 4 وهيك أصدقائي بيكون تعلمنا كيف نعزف سلم مقام السبعة على آلة الناي. لكل الأشخاص اللي بعدهم ما انتسبوا لمجموعة ورشة عمل الناي والكولا، هلأ فيكم تبعتوا طلب للمجموعة على الفيسبوك لحتى تحصلوا على نقطة السلم وتحصلوا على جميع النقط اللي عم تشوفوها ضمن الفيديو. هلأ صار دوركم إنكم تتمرنوا، إنكم تتمرنوا وتنزلوا فيديوهاتكم، فيديوهات نتائج تدريباتكم على مجموعة ورشة عمل الناي والكولا على الفيسبوك لحتى تتشارك رأي أصدقائكم ضمن المجموعة، ولحتى أنا لما أقدر كمان أعطيكم رأيي بنتائج عزفكم. تمنياتي لكم كل التوفيق أصدقائي. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي مستوى المتوسط. اليوم جهزت لكم مقطوعة دولاب على مقام الصبا. خطوات التمرين عليه رح تكون كالتالي: أول شيء رح تستمعوا للمقطوعة مني، ثانيا رح ننتقل لقراءتها على النوتة لحتى نعرف شو هي المصطلحات الموجودة عليها، ثالثا رح نعزف ناي مع الميترونوم، رابعا رح اعزف بيانو كمرافقة، وانتو رح تعزفوا دولاب مقام الصبا. بتمنى ان شاء الله بهالخطوات تقدروا تحققوا سرعة بانجاز هي المقطوعة. خلونا هلأ ننتقل للاستماع للمقطوعة مني. تفضل. 1 2 3 4 1 2 3 4 رح ننتقل لقراءة المصطلحات على النوتة الموسيقية. دولاب صبا، السرعة 90، سرعة على الميترونوم يعني لضبط السرعة،
صبا مقامه، طبعا دولاب صبا واضح من اسمه واضح مقامه، على نايد دوقا عم يتنفس. رقم 8 مثل ما قلنا هو زائد اوكتاف، يعني سي بي مول من نصف بي مول دليل بنشوفه هو دليل سلم مقام البيات، لكن هون لما نشوف سول بي مول جوات المقطوعه معناتها هو لا معناتها هو مقام صبا، لانه دليل سلم مقام البيات ري هو سي بي مول من نصف بي مول، ودليل صبا الري كمان من درجه ري كمان هو سي بي مول من نصف بي مول. لكن شو الفرق؟ البيات هو السول فيه طبيعيه بينما الصبا فيه السول بي مول، ملاحظين معي؟ بس شافنا السول بيمول وهون دليل سي بيمول مينوس بيمول معناتها هو مقام الصبا. اوكي، هاي الاقواس بتدل على انه هذا بنفس واحد بشكل انسيابي بينعزفوا مع بعض، الفاصله هي لاخذ النفس. كمان نفس الشيء قوس واضح نفس العمليه، نفس قوس هذول كله مع بعضهم كتله واحده. ننتبه هون السي نصف بيمول، سي نصف بي مول، عم بوضح لكم طبعا كيف تتنفس على الناي، هلا بتشوفوا بالخطوه اللي بعدها، لكن لا تنسوا بانه هي اصلا بالدليل مقام سي بي مول لما تجي، بس هون كون اجت انكتب جنب سي نصف بي مول. تابعنا شهر التنفس سول بي مول لا ننسى دائما. وهون هلا هون بس وصلنا لهون في عنا اشاره اعاده، بيرجع بينعاد التمرين من البدايه وحتى هون بيكون انتهى تمرين دولاب الصبا. خلونا هلأ ننتقل لقراءته سولفيج، رح تسمعوا مني 4 عدات ورح نبتدئ قراءة السولفيج لدولاب الصبا. تفضل. 1 2 3 4 1 2 3 4. فا صول فا صول لا صو فا صول فا صول فا فا مي مي فا مي فا صول فا فا مي فا مي مي ري ري فا مي فا ري مي دو ري ري دو سي لا سي دو ري فا مي فا ري مي دو ري ري دو سي لا سي دو ري 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 مي فا صول فا مي مي فا مي ري دو ري ري مي فا 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 مي مي ري مي فا مي ري ري فا صول فا صول لا صو فا صول فا صول فا فا مي مي فا مي فا صول فا فا مي فا مي مي ري ري فا مي فا ري مي دو ري ري دو سي لا سي دو ري فا مي فا ري مي دو ري ري دو سي لا سي دو ري 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 مي فا صول فا مي مي فا مي ري دو ري ري مي فا 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 مي مي ري مي فا مي ري ري. هلا رح نعزف تمرين فقط ناي وميترونوم، نسمع 4 عدات وبنبدا التمرين. 1 2 3 4 1 2 3 4. صار دوركم تعزفوا التمرين وأنا رح أرافقكم على البيانو، رح تسمعوا مني 4 عدات ورح نبدأ التمرين. 1 2 3 4 1 2 3 4. Thank you.
وهيك أصدقائي بكون خلصنا مقطوعة دولاب صبا. بتمنى إن شاء الله يكون كل شيء كان واضح بالنسبة لكم وتقدروا فورا تعزفوا المقطوعة بأسرع وقت ممكن وبشكل كتير منيح. هلا أصدقائي صار عليكم التدريب بإنكم تتمرنوا وتجهزوا المقطوعة وتشاركوني إياها على مجموعة ورشة عمل النايو الكولا على الفيسبوك لحتى أشوف نتائج تدريباتكم. ملاحظة للحصول على جميع النقط اللي عم تظهر ضمن الفيديو يمكنكم هلأ الانتساب لمجموعة ورشة العمل، وهنيك رح تشوفوا عم شارك روابط تحميل جميع النقط. بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا أصدقائي مستوى المتوسط. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي مستوى المتقدم. في هذا الفيديو خصصت لكم تعلم أغنية عزف المقدمة الموسيقية لأغنية هو صحيح الهوى غلاب للسيدة أم كلثوم. طبعا خطوات التمرين رح رد ذكر فيها دائما، اللي هي بالبداية رح تستمعوا للمعزوفة مني، ثانيا رح نشوفها ونقرأ نوتة ونشوف جميع المصطلحات عليها، ثالثا رح نعزفها مع ميترونوم نايو ميترونوم، رابعا رح رافقكم على البيانو وأنتوا تعزفوا المقطوعة. بتمنى إن شاء الله بهالخطوات تحققوا إنجاز سريع بعزف هاي المقطوعة. خلونا هلأ ننتقل لاستماع المقطوعة مني، تفضل. 1 2 3 4 1 2 3 4. هلا أصدقائي جينا لنعرف المصطلحات الموسيقية على مقطوعة هو صحيح الهوى غلاب. هو صحيح الهوى غلاب هي المقدمة الموسيقية هون، السرعة طبعا 100، سرعة الميترونوم، المقام صبا على ناي الدوغا رح يتم تنفيذه. دليل مقام الصبا هو سي بيمول مين صفي مول. طبعا هذا هو مو بس لمقام صبا، كمان لمقام البيات، لكن فينا لحنا نميز انه هذا لمقام صبا ام للبيات؟ بنطلع هون بقلب المقطوعه، هلا شايفين في سول بيمول عارضه، في ري بيمول، سول بيمول، سول بيمول، شايفين؟ معناتها هذا مقام الصبا، لانه مقام البيات فيه سي بيمول من نصف بيمول، لكن السول بتكون طبيعيه، تمام؟ ضروري ننتبه لحتى نقدر نعرف نميز ما بين الصبا وما بين البيات. هلا مشينا هيك، تي ار يعني تريل اللي هو اختصار لتريميلو اللي هو الرش على الآلة، هلا بتشوفوا طبعا كيف. بعدين بنمشي هيك بيجينا لهون اول إعادة، نرجع من عيد من عند هون النقطتين، تمام؟ من هون لهون من عيد هيك رقم واحد. بالمرة الثانية لما عدنا بنعزف هيك هيك، بندخل بعدين على الرقم اثنين، منتابع مثل ما قلنا تي ار هو مصطلح التريميلو، بتشوفوا كيف سول بيمول، ننتبه كيف موجودة. بعدين هون عنا كمان طبيعي كله تي ار تريل، يعني دخلنا بأول إعادة من هون، ردينا عندنا من هون. بالمرة الثانية هيك قفزنا للرقم اثنين، تابعنا سول بيمول، شايفين هيك تابعنا 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 طبيعي هيك القطعة لحد هون مثل ما تكون شايفين أصدقائي، ما في اي مشكله المقطوعه. اللي بده بيرجع طبعا بعيد من هون، ام كلثوم سيدي ام كلثوم عم ترجع بتعيد، بعد ما بنصل لهون عم ترجع بتعيد هي من البدايه، تاري دا را 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 تاري را. طبعا هو اعاده طبعا كلياتها، انا ما نفذتها مره واحده بدون الاعاده. طبعا فيكم صار تجربوا هلا وتشوفوا كيف. رح ننتقل هلا للخطوه اللي بعدها اللي هي قراءة النوتة مع سولفيج. هلا رح تسمعوا مني 4 عدات ورح نبتدي قراءة مقدمة هو صحيح الهوى غلاب سولفيج. تفضلوا أصدقائي. 1 2 3 4 1 2 3 4
لا سي دو ري دو سي دو سي لا سي لا سو لا سو لا سي دو سي لا سي لا سو لا سو فا دو سي لا سي لا سي دو ري دو سي دو سي لا سي لا سو لا سو لا سي دو سي لا سي لا سو لا سو فا فا سو لا سو فا سو فا مي فا مي ري مي ري دو ري مي فا سو فا مي فا مي ري مي ري دو ري دو سي دو فا سو لا سو فا سو فا مي فا مي ري مي ري دو ري مي فا سو فا مي فا مي ري مي ري دو ري دو سي دو ري مي فا سو فا مي فا مي فا سو فا مي ري ري مي ري مي ري مي فا سو فا مي فا مي فا سو فا مي ري مي فا سو لا سي دو ري لا سو فا مي فا سو فا مي ري. هلا رح نعزف تمرين فقط ناي وميترونوم. نسمع أربع عدات ونبدأ التمرين. 1 2 3 4 1 2 3 4. صار دوركم تعزفوا التمرين وأنا رح أرافقكم على البيانو. رح تسمعوا مني أربع عدات ورح نبدأ التمرين. 1 2 3 4 1 2 3 4. وهيك أصدقائي بتمنى إن شاء الله يكون حققت فائدة بتعلم المقدمة الموسيقية لأغنية هو صحيح لهو غلاب، وإن شاء الله بفيديوهات قادمة كمان رح تاخذوا المقاطع الأخرى. بسبب لأنه الأغنية هي كبيرة كتير ما فيني دفعة واحدة ضمن فيديو واحد نزلكم إياها، لذلك إن شاء الله بفيديوهات قادمة رح تشوفوا المقاطع الثانية. هلأ صار دوركم إنكم أنتوا تتمرنوا على المقطوعة وتنزلوا ليها على مجموعة ورشة عمل الناي والكوالا على الفيسبوك لأشوف كمان نتائج عزفكم وتدريباتكم على هاي المقطوعة. لا تنسوا أصدقائي، لكل الأشخاص اللي حابين يحصلوا على النوتة الموسيقية اللي ظهرت ضمن الفيديو أو جميع النوت اللي عم تظهر بالفيديو، طبعا لازم تكون حصرا عضو ضمن مجموعة ورشة عمل أنا والكوالا على الفيسبوك. بتمنى لكم إن شاء الله كل الخير وناطر منكم فيديوهاتكم لأشوف نتائج تدريباتكم. شكرا جميعا أصدقائي. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي مرة تانية. هلأ وصلنا لفقرة الأسئلة والأجوبة وخصصت لكم إياها لتعلم تقسيمة على مقام الصدى. طبعا التقسيمة رح تكون كتير بسيطة، هي لا حتكون صعبة ولا حتكون كتير سهلة، متوسطة الصعوبة يعني. طبعا المطلوب بأنه منكم بأنكم تحاولوا تاخذوا منا أفكار كيف أنتوا تقدروا تعملوا تقسيمة، لأنه في شغلة كتير مهمة، التقاسيم هي عبارة عن ارتجال حر. ارتجال حر يعني هو مرتبط بإبداع، يعني كل شخص لازم يضيف من نفسه ويضيف من روحه ويضيف من أسلوبه ويضيف من شخصيته كعازف. لكن احنا كمتعلمين
طبعا المهم انه احنا نسمع كتير عازفين ونشوف كيف التقسيمة بتنعمل بعدين مع الايام ومع الوقت بيصير في الابداع الشخصي. كل واحد فيكم بقول يا الله طب انا ما عم بقدر اعزف تقسيمة، كيف انا فيني اعزفها؟ فيك تعزفها صديقي بعد ما انك تعرف شخصية التقسيمة، شكل التقسيمة كيف لازم يكون، كيف العازف بيفكر لما بيعمل التقاسيم. خلونا نبتدي واشرح لكم التقاسيم. التقسيمة لازم تكون هي مجموعة من الجمل الموسيقية البسيطة، يعني ما لازم تكون استعراض، في واحد يستعرض بس، لكن خلينا نحن عم نقول على تقسيم البسيط، تقاسيم بسيطة اللي هي العلاقة بالكلاسيكية، يعني الكلاسيكية العربية. يعني هي عبارة عن جمل موسيقية بسيطة جدا، ما لا معقدة، ما فيها الاستعراض الكبير اللي هو التكنيك وصعود وهبوط، لا 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 لا. مقام الصبا لازم نفهم شخصيته بالدرجة الأولى، هو مقام حزين بطابعه حزين، بلون الصوت تبعه حزين، لازم نفكر بجمل هادئة مرتبطة فيه. أوكي؟ هذا كتير مهم بأنه تكون في جمل بسيطة وهادئة وأصوات تكون طويلة لتبرز شخصية وجمالية المقام. هلأ خلوني انتقل أسمعكم جمل جمل، رح أعزفهم بشكل بطيء وما رح أعقدهم بحيث أنه رح أوقف هلأ بطريقة تقدروا تشوفوا كمان إيدي، والمطلوب منكم بأنكم بس تركزوا كل جملة كيف عم بعملها منشان تحفظوها بالدرجة الأولى وتحاولوا تقلدوها، مو تعملوها نفسها، فيكم تعملوها بالبداية نفسها بس تحاولوا تقلدوها لحتى تقدروا تبدعوا تعملوا كمان أنتوا تقاسيم تانية بالمستقبل خاصة فيكم. خلونا نبتدي. ملاحظة، رح أبتدي التقاسيم ورح أعمل التقسيمة هي كلها كاملة رح تكون فقط على الأكتاف الثاني لآلة الناي، ما رح أنزل على الأكتاف المنخفض وعلى الأكتاف العالي، فقط على الأكتاف الثاني. هلأ رح تشوفوا كيف. طبعا الناي اللي بإيدي هو ناي دوغا، صبا على درجة الري، دوغا يعني ري، صبا على درجة الري. تقسيم، حاولت انتقل انا عم بعزف النوتات اللي هي ما بين نوتة الري ونوتة الصول، نوتة الصول بيمول، نوتة الصول بيمول اللي هي هيك، هي نوتة الحساس في مقام الصبا، يعني لازم شخصية المقام ليبين انه صبا لازم ري مي فا صول، بس عزفت الصول بيمول رح يبين شخصية مقام الصبا. اوكي؟ هلأ الجملة الأولى اللي عملت لكم إياها اللي هي فقط على أول كم نوتة اللي هن بهذا الأكتاف الثاني. شايفين؟ جملة بسيطة. هلا رح انتقل على الطبقة اللي بعدها، يعني
هيك بيكون تقسيمي بسيطة على مقام صلاة. أصدقائي كتير مهم بإنكم بالبداية تبدو بجملة رائعة بالطبقة الثانية يعني بالأكتاف الثانية اللي مثل ما ورجيتكم تماما بالفيديو. ما منيح فورا ننتقل للأصوات العالية، جملة بسيطة بحيث أنه تطلع معكم بالنهاية تقسيمة بسيطة على سلم مقام الصلاة. بتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من مجموعة أفكار بسيطة، جمل بسيطة بأنها تخدمكم لتقدروا تعملوا أنتوا تقسيمتكم وإبداعكم ب التقاسيم على مقام الصبا. وإن شاء الله بفيديوهات قادمة كمان رح دائما أركز على قصة كمان التقاسيم بحيث أنكم إن شاء الله تتطوروا أكثر وأكثر بعمل تقاسيم. تذكروا التقاسيم هي إبداع وارتجال من كل عازف، هو خلق إبداعي جديد. هيك أصدقائي بيكون خلصنا طبعا الفيديو الثامن، بيكون وصلنا لنهايته. بتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا بمحتوى هذا الفيديو. بذكركم للحصول على جميع النواط ولمشاركة جميع فيديوهاتكم وللاستفادة بشكل أكبر، بنصحكم بأنكم تنضموا لمجموعة ورشة عمل الناي والكولا على الفيسبوك. هلأ فيكم فورا تبعتوا طلب الانتساب للمجموعة وإن شاء الله رح تكونوا فورا أعضاء ضمن المجموعة. شغلة كتير مهمة، بعد كل فيديو دائما عم بعمل دائما مسابقة لورشة عمل الناي والكولا. مسابقة الفيديو الثامن رح خبركم عنها قريبا بضمن المجموعة، وكونوا جاهزين الكل يتمرن بشكل كتير منيح حتى يصير في تنافس. ورح أذكركم الرابحين عم يحصلوا على درس مجاني معي على سكايب. بتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق مرة تانية، وناطر فيديوهاتكم على مجموعة ورشة العمل. تحياتي أصدقائي جميعا، وتبقوا إن شاء الله بألف صحة وسلام وخير. باي باي.